دول كلهم كائنات حية، إنما المية حاجة غير حية. تمام. زي الغويل جسم صغير، هجرة الطيور جلد قشري، دي باينة يعني هجرة الطيور تمام. كلها حاجات تركيب، ودي أوكي. باينة. أكثر مصطلح العلم الدال على عبارة الأتين: مجتمع ينتج من تفاعل العوامل الحيوية والعوامل اللا حيوية. ده احنا تعريف ايه اللي بيتكون من كائنات حية واشياء غير حية. النظام البي. برافو. الطريقة التي يتصرف بها الكائن الحي بما يساعده على البقاء. التكيف. عمليا يصبح فيها الكائن الحي قادرا على العيش في البيئة بشكل مكرم للبقاء. التباعد السلوكي. تمام. انتقال بعض يلا الحيوانات يا من عبد الرحمن. مكان انتقال بعض الحيوانات من مكان إلى آخر بصورة موسمية هتبقى هجرة الطيور. تمام. ممكن تقول الهجرة أو هجرة الحيوانات، لأنه هنا ما قصدش طيور، بس ماشي مش مشكلة. يلا يا عبد الرحمن. يلا يا عمار. نعم. تكيف يجعل البطريق الإمبراطور قادرا على العيش والبقاء في البيئة القطبية. تكيف تركيبي. تكيفات التركيبية اللي احنا قلنا المنطقة اللي حوالين العين بتاعته اللي هي من غير جلد. تمام. كنت تتميز بشعر طويل حرير الملمس برماء. اسمه ايه؟ برمان صح؟ تمام صح ماشي. يلا يا عمو. تمام. يستطيع غزال الكاست كيف مع بيئة الصحراوية؟ لأنه يستطيع لأنه يستطيع أن يتحمل تحمل الحرارة لفترات طويلة. لا، لأنه يستطيع تحمل درجات الحرارة الشديدة وعدم شرب الماء لدرجات طويلة. لفترة طويلة. ماشي برافو. يلا يا عبد الرحمن. يمتلك بطريق الإمبراطور جلدا سميكا مغطى بالريف الجريف بالريش الكثيف لكي طبعا ما كنتش يتحمل الدرجات الحرارية المنخفضة تمام برافو. في القطب. عشان ممكن يكون ممكن في تقدر القطب. تختصر نوعية المساعدة على التدفئة. يلا يا عمار. ميس، هو البطريق ده عايش في القطب الشمالي ولا الجنوبي؟ في الجنوبي. الجنوبي. تمام، يعني مش بيروح الشمالي خالص صح؟ هما الاتنين فيهم تلج، فممكن ان هو يقدر يعيش هنا وهنا عادي. يساعد الفراغ الأرض الدب القطبي على البقاء على قيد الحياة في القطب الجنوبي، لأنه يدفئه و انا يساعد على التدفئة. لأنه يساعده على التدفئة ويجعله يستطيع التخفي ليصطاد الحيوانات، ويستطيع التخفي أيضا من الحيوانات المفترسة. تمام.
تمتلك أشجار السنت التي تعيش بها البيئة التي تعيش في البيئة الصحراوية شعيرات أو أشواكا حول الأوراق. لكي ليه عندها أسواق؟ أيوة لها أشواك لإبعاد الحيوانات لإبعاد الخطر من الحيوانات المفترسة. ماشي، ممكن تقول لي كي تمنع الحيوانات من أكلها. تمام. يلا دور عمار. ماشي، بص يا صف خامس وسادس، بما ان احنا بنحل فتعالوا هنحل، تاخدوا الصفحة دي في ال10 دقايق اللي فاضلين تحلوها لوحدكم وتبعتوها لي. تمام، تمام. مش يا باشا انا هنخصم على الجروب. لا على الخاص مش على الجروب عشان ما حدش يغلط من حد. على الخاص ايوه هامل نبعتها ميس على الخاص. اه يا حبيبي، تمام ميس. وانا قاعد دلوقتي على موبايل اختي، وانا مش معايا رقم حضرتك، بس هتصرف اروح احاول اجيب الموبايل من هناك. تمام. تمام.
مس يا مس مس نعم نعم يا عبد الرحمن. ايه، انا خلصت. طيب صورونا. ماشي، اصور وابعت. اي تمام. مس نعم يا بعد عبد الرحمن. تمام بعد حاضر، هعلمهولك دلوقتي. تمام. عمار انت معاك؟ معلش يا عبد الرحمن، انا مش شايفة اي حاجة خالص والله، عينيا توجعني. صور كويس. حاضر يا مثلا. طب هيبقوا على صفرتين. تمام. ماشي. وصل؟ يعني وصل حضرتك ولا يا مثلا؟ وصل. ابعت يا تمام. برافو لحد دلوقتي يا عمار، كويس. برافو يا عمار، الله غلطة.
اصلا حليت حاجة تانية يا عبد الرحمن، بس تمام ماشي. ابعت التاني. لا انا بقول لك انت حليت حاجة تانية اصلا، ده مش المفروض اللي احنا نحل. ايه ده بجد؟ السبعة اللي بعديه اللي يختبر نفسك اتنين ابعته. انا حل لا خلاص خلاص، برافو، ماشي شاطر. ماشي كده احنا خلاص خلصنا. استنى بقى اديكوا الواجب. نعم يا مس، نعم يا مس، احنا خلصنا اهي. طيب هتحلوا لي بقى الواجب يا شطار، اللي هي صفحة 97. تمام تمام يا عبد الرحمن، تمام ابعت يا عبد الرحمن الواجب عشان تقييمك آخر الأسبوع يبقى كويس. حاضر. هنزل الواجب على جروب التليجرام. أيوة عايز تبعتولي على الواتس، مفيش مشكلة برضه. ماشي. ماشي يا عبد الرحمن، في حد عنده أي سؤال قبل ما أقفل؟ لا شكرا. ماشي.